في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها السوريون، يحاول الكثيرون منهم الوصول إلى اختراعات تساعدهم على مواجهة التحديات في بلادهم. فمخترع سوري أذهل العالم بابتكاره، جهازاً يحول الماء إلى مادة يدفع العالم من أجلها الملايين. فما القصة؟ يركز الكثير من السوريين في غضون الفترة ما بعد أحداث 2011 وحتى الوقت الراهن على ابتكار أي شيء يساعدهم في حل أي أزمة يواجهونها. ففي ظل شح الوقود والنقص الحاد في موارد الطاقة وارتفاع تكلفتها، يتجه الكثيرون إلى ابتكار أدوات وحلول لهذه الأزمات. فنجح مخترع سوري في التوصل إلى حل مذهل لأزمة الوقود. الحل أبهر العالم ومالكي السيارات بل والشركات التي باتت تتجه إلى تصنيع المركبات الصديقة للبيئة والاعتماد على مصادر وقود غير ضار بالبيئة. فالحل الذي قدمه المخترع السوري محمد عجيب لشح الوقود في سوريا، بل والذي لا ينتج عن استخدامه أي مصدر من مصادر التلوث، كان في ابتكار جهاز فريد قادر على تحويل الماء إلى وقود يمكن استخدامه في السيارات، ما يعد تطوراً لافتاً قد يحدث تحولاً جذرياً في مجال الطاقة في السنوات القادمة. فوفقاً لتقارير محلية، فإن هذا الابتكار الاستثنائي لمحمد يمثل تطوراً هاماً يمكن أن يغير من مستقبل السيارات والطاقة، حيث يتيح تشغيل السيارات باستخدام مواد صديقة للبيئة. الجهاز الذي اخترعه المبتكر السوري يحول الماء إلى أكسجين وهيدروجين على شكل غاز من خلال تفاعلات معينة، فعندما يتحد هذا الغاز مع الوقود والهواء في محركات السيارات يولد طاقة حركية تجعل السيارة تتحرك بشكل طبيعي. الأمر الذي جعل الشركات العالمية الكبرى بدأت تنظر إلى هذا الاختراع على أنه خطوة أولى للتحول إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة. الاختراع يعد ثروة للصناعة العالمية للسيارات، فتلك الشركات باتت تتجه إلى صناعة السيارات الكهربائية، لكنها تضع في مخيلتها الاتجاه إلى مصدر آخر يكون أوفر، فضلاً عن أنه لا يسبب أي ضرر للبيئة في ظل مواجهة تغير المناخ الذي أصبح تحدياً من أصعب التحديات في وجه كل دول العالم. فالتقارير التي نشرت حول الجهاز الذي ابتكره المخترع السوري أشار إلى أنه يفتح آفاقاً جديدة في مجال صناعة السيارات البيئية، حيث يعتمد على تقنيات تحويل الماء إلى وقود قابل للاستخدام في محركات السيارات. بل إن المخترع السوري أكد أن الجهاز يوفر أكثر من 30% من وقود السيارات، الأمر الذي يعتبر مهماً جداً للمواطن السوري نظراً لارتفاع أسعار المحروقات في سوريا بشكل كبير، بالإضافة إلى أن تجربته التي وثقها على العديد من السيارات نجحت بشكل مذهل، حيث أنه ركب هذا الجهاز على تلك السيارات وأثبتت التجربة المثالية في عمل السيارات دون وجود أي ملاحظات أثبتت نجاحها. فهل من الممكن أن يتحول هذا الاختراع إلى وقود بديل للسيارات على مستوى العالم؟